السؤال الكبير اليوم، من سيتوج بلقب كأس إفريقيا للأمم؟ هل هي السنغال أم الجزائر؟ هذا ما سنشاهده مع الملايين الذين ينتظرون المباراة. لكن قبل ذلك، هكذا بدت لنا المنصات وانشغالاتها في الساعات الأخيرة. من الجانب السنغالي هناك تشجيع وفرحة لا توصف. هنا هذه الصور من العاصمة دكار واحتفالات السنغاليين بوصول فريقهم للدور النهائي وحلم التتويج بالكأس لأول مرة في تاريخ السنغال. من الميدان بدأت هذه الصور تصل عبر المنصات للمشجعين الجزائريين وهم يصلون إلى مطار القاهرة ويتجهون إلى ملعب القاهرة الدولي. الشعارات والهتافات والألوان والإثارة التي ترافق هؤلاء المشجعين تتكلم عن نفسها. من هنا من بريطانيا جاءت هذه التغريدة من نادي مانشستر سيتي تشجيعا للاعبه رياض محرز، يقول النادي له: الحلم يقترب يا رياض محرز 22. هذا هي تغريدة نادي مانشستر سيتي. أما النجم الفرنسي فرانك ريبيري، دعونا نذهب إليه ونرى هذه الصورة له، وهو لاعب بايرن ميونخ الألماني وصل وأسرته إلى القاهرة مساء الخميس لمؤازرة المنتخب الجزائري. جزائريون كثر لم يفهموا سبب تغيير الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز واستبداله بالكاميروني اليومنينت. البعض ذهب إلى مؤامرة تستهدف الخضر وتريد إقصائهم، وذكروا بفضيحة خيخون في عام 1982 بعد فوز الجزائر على ألمانيا. المدرب جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر نفى أمس أن يكون قد صرح بأنه لا يريد تشجيعا من الجماهير المصرية، واضطر إلى التوضيح بأنه قال: إذا أرادوا تشجيعنا فمرحبا بهم، ومن لا يريد فنحن نكتفي بجماهيرنا الجزائرية التي ستنتقل بقوة لمساندتنا في هذا اللقاء. الجدل امتد إلى الجمهور المصري المنقسم بشدة الآن بين من يشجع الجزائر ومن يشجع السنغال ومن يستدعي ذكريات أم درمان المؤلمة للشعبين. هنا مينا تقول: أنا فرحانة أنه في ناس كثيرة قالت السنغال، كنت فكرة أنا الوحيدة اللي حشجعهم. هشام برأيه: الجزائر طبعا منتخب الساجدين الجديد ولا عزاء للمتحرشين. أحمد شهاب برأيه السنغال، وهو من سيشجعها السنغال بعد تصريح بالماضي. جلال ياسين هذا رأيه: اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد، الجزائر بالطبع. من ناحية أخرى، وكما جرت العادة، باتت الحيوانات تدخل على خط المنافسات الدولية والقارية في كل مرة لتحديد من سيفوز. هذه المرة مع هذا التمساح من تماسيح النيل المصرية الذي اختار أن يأكل اللحم من جهة الورقة التي تحمل اسم السنغال، واعتبر أن اختياره يعني فوز السنغال. لكن مشاهدينا، ردا على ذلك جاء القط الجزائري الذي اجتاحت صورته أيضا المنصات. دعونا ننظر إلى القط الجزائري ليختار هذا القط. الجزائر يأكل اللقمة من جهتها، لكن في الحقيقة أن الجهة التي فيها الجهة الأخرى هذه جهة السنغال، وطبعا اختار القط ذلك هذه الجهة لأن فيها لحمة، بينما هنا وضعت قطعة من الحلوى قد تكون مصاصة وما إلى ذلك. هذا مزاج ونكهة جزائرية بامتياز طبعاً.